أصدرت اليوتيوب تحديث من حوالي أسبوعين تقريبا أو أكثر، وهو الأسماء المعرفة. وكما هي العادة عند إصدار تحديثات في اليوتيوب، لا يظهر التحديث في جميع القنوات، وإنما يبدأ يظهر في القنوات بشكل تدريجي. وربما أنت أثناء مشاهدتك لهذا الفيديو لن يظهر التحديث إلى الآن في قناتك، ومع مرور الوقت سيظهر في جميع القنوات. ومن خلال هذا الفيديو يمكنك أن تعرف إن كان التحديث متوفر في قناتك أم لا. التحديث باختصار سيصبح لكل قناة اسم خاص بها، ولا يمكن أن يتكرر هذا الاسم في أي قناة أخرى، يعني اسم يميز كل قناة على مبدأ اسم المستخدم في تليجرام أو في الإنستغرام أو في تويتر. يكون لكل حساب اسم خاص به ليتمكن الأشخاص من العثور على الحساب، والأمر ينطبق على اليوتيوب. سيكون هناك اسم معرف خاص بكل قناة يميزها عن القناة الأخرى. لكن ما هي فائدة اسم المعرف؟ فائدته أن تظهر القناة في محرك البحث. القنوات المبتدئة والجديدة في اليوتيوب إن تم البحث عنها غالبا لا تظهر في محرك البحث، أما إن كان لها اسم معرف خاص بها وتم البحث عنها من خلال الاسم المعرف، ستظهر القناة مباشرة في محرك البحث، لأن الاسم المعرف يكون خاص بقناة واحدة فقط. وإن كان هناك قنوات أخرى أسماؤها مشابهة لاسم قناتك، وبحث أحد عن قناتك ولم يعرفها من بين القنوات الأخرى، فالاسم المعرف يميز القناة. بعد أن نختار الاسم المعرف، سيتم استبدال رابط القناة إلى رابط مختصر، ويكون الاسم المعرف الذي تختاره ضمن هذا الرابط. الآن كيف يمكننا معرفة إن كانت القناة مؤهلة لاختيار اسم معرف أم لا؟ يوجد طريقتين. أولا، عندما تصبح القناة مؤهلة يصلنا إشعار إلى الجيميل. أصبح بإمكانك الآن اختيار اسم حساب لقناتك. نود التذكير أنه إذا كان لديك عنوان URL مخصص لقناتك، فإننا نحجز لك هذا العنوان لكي يكون اسم لحسابك في معظم الحالات. إذا أعجبك الاسم يمكنك الاحتفاظ به، أو يمكنك تغييره إذا أردت اسم حساب مختلف. بالنسبة لعنوان URL المخصص، وهو عندما تتخطى القناة 100 مشترك، يمكننا تغيير رابط القناة إلى رابط مخصص نحن نقوم باختياره وكتابته. إن كنت مسبقا قد قمت باختيار رابط مخصص للقناة، سيتم اختياره تلقائيا للاسم المعرف للقناة، ونستطيع تغيير الاسم إذا أردنا. هذه الطريقة الأولى، يصلنا إشعار إلى الجيميل. لكن ماذا لو لم يصلنا إشعار؟ نجرب الطريقة الثانية، وهي يوجد رابط في وصف الفيديو تضغط عليه. إذا ظهرت لديك هذه الصفحة يقول لنا سنعلمك عندما يصبح بإمكانك اختيار اسم المعرف. إذا ظهرت لديك هذه الصفحة يكون إلى الآن القناة غير مؤهلة لاختيار اسم معرف. أما إذا ظهرت هذه الصفحة تكون القناة مؤهلة. مرحبا، تم حجز الاسم المعرف الذي اخترته. طبعا تم اختيار الاسم تلقائيا على حسب عنوان URL المخصص الذي اخترناه سابقا. إذا أردنا اختيار اسم مختلف نضغط على تغيير الاسم. نختار الاسم الذي نريده. الأفضل أن تختار اسم معرف معروف لدى الناس وليس أرقام وحروف مخربطة، أن يكون اسم خاص بك فقط. وحتى أنه ليس من الضرورة أن يكون الاسم المعرف مطابق لاسم القناة، يمكنك اختيار اسم مختلف عن اسم القناة. لكن بعد أن نختار الاسم المعرف، هل نستطيع تغيير الاسم؟ نعم، يمكننا تغيير الاسم بعد اختياره، لكن نحتاج إلى أسبوعين حتى نستطيع تغيير الاسم. كيف يمكننا تغيير الاسم؟ ننتقل إلى اليوتيوب، نضغط على علامة القناة ونضغط على اسم القناة ونختار تعديل القناة. هنا الاسم المعرف، نضغط على علامة التعديل ونقوم باختيار الاسم الذي نريده. وطبعا لن نستطيع تعديل الاسم مرة أخرى إلا بعد مرور أسبوعين. بهذه الطريقة يمكنك اختيار اسم معرف للقناة. وكما تكلمنا، إذا لم يظهر التحديث في قناتك الآن يحتاج إلى مدة معينة حتى يظهر في جميع القنوات. بالتوفيق للجميع.